بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مع اختبار في مادة رياضيات لتلاميذنا سنة أولى ابتدائي. راني حاطت لكم نماذج عديدة هنا في القناة، نتمنى أنكم تراجعوها للأولاد، وهي كل مواد علمية مدنية إسلامية مهمين جدا وأسئلة متوقعة. نبدأ على بركة الله. تمرين رقم واحد، ألاحظ وأكمل. لاحظ معي أن هنا نموذج مثال. لاحظ 30 تساوي 30 زائد 0، 30 زائد 0 تساوي 30. لاحظ 31، 30 زائد 1، نديرو نفس هذا المثال. لاحظ 32 تساوي 30 زائد 2، 2 نديرو كماذا النموذج. 31 درنا 30 زائد 1، 32 30 زائد 2. لاحظ معايا هنا 38، واش نديرو؟ نديرو 30 زائد 8. هنا 35 نضع 30 زائد 5. 39 30 زائد 9 تساوي 39. نفس النموذج نطبقه على كامل الأعداد. هنا العدد شريط عددي دائما دائما يأتي. تمرين رقم 2، اكتب الأعداد المحصورة بين 19 و24. 19 و24 نكتب حتى نصل إلى 24. 19، 20، 21، 22، 23، 24. هذه الأعداد المحصورة 23، 22، 21، 20، هذه محصورة بين 24 و19. اكتب الشريط في الشريط الأعداد المحصورة بين 29 و38. لاحظ أيضا نفس هذا الشريط 29، نحسبه حتى نلحق 38. 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38. هذه الأعداد محصورة بين 38 و29. عندي التمرين رقم 3، ألاحظ وأكمل الجدول. العدد العشرة التي تسبق والعشرة التي تلي. لاحظ هنا 12، 20، هنا 10، 25، هنا 30، وهنا 20، هنا 32، هنا 40، وهنا 30. 10، 12، 20، 20، 25، 30، 30، 32، 40. قال لك العشرة التي تسبق، 12 تسبقها 10، وراها تالي 20، 25 تسبقها 20، وتاليها 30، هكذا. عندنا نموذج آخر، لاحظ. تمرين رقم 1، ألاحظ بطاقات الأعداد وألون كتابتها عند المجموع بنفس اللون. لاحظ، نشوفوا المجموع 15، إذا لقينا المجموع 15 لونه بالأصفر. نحسبه 9 زائد 4 كم تساوي؟ نحسب 9، 10، 11، 12، 13، 13، إذن ما هيش 15. 9 زائد 6 أحسب 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. إذن ألون بالأصفر 15. ألون 15 هنا، هاي النتيجة، ألونها بالأصفر. هذه أعطتني 15، قالك لون بالأصفر 15، جمعنا 9 زائد 6 أعطتنا 15. بالأزرق 10، أحسب المجموع ليعطيني 10 لونه بالأزرق. 6 زائد 4، 6، 7، 8، 9، 10، هنا هاي أعطتني 10 لونها بالأزرق. ها هي راح اللون كاع لونه. 6 زائد
أربعة. لاحظ سبعة زائد ثلاثة نحسبه سبعة تعطينا عشرة ولا لا؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة أيضا تعطينا عشرة أيضا لونها. نديرو شلطة فقط هكذا باه ما يروح لناش العدد. لاحظ بالأخضر ليعطينا العدد ثلاثة عشر لونه. عشرة زائد خمسة نحسبو عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ما عطاتناش ثلاثة عشر. هنا نحسبو سبعة زائد ست سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر. إذا هنا المجموع ثلاثة عشر إذا لونها بالأخضر. لاحظوا معايا التمرين الثاني، أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. هنا عطاونا مجموعة أعداد تسعة واحد وعشرون سبعة عشر أربعة خمسة وعشرون ثلاثة عشر. رتبوهم من الأصغر إلى الأكبر. أربعة وين هو العدد اللي بعد أربعة صغير؟ يوجد تسعة. نرتب هكذا تسعة من الصغير لكبير. أربعة تسعة بعد تسعة ماذا؟ ثلاثة عشر. ثلاثة عشر بعدها سبعة عشر بعدها واحد وعشرون بعدها خمسة وعشرون. هنا رتبناها من الأصغر إلى الأكبر. أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. هنا العكس من الكبير للصغير. تسعة وعشرين بعد تسعة وعشرين ماذا؟ لاحظ سبعة وعشرون. سبعة وعشرون بعد سبعة وعشرون ماذا؟ ثلاثة وعشرون. بعد ثلاثة وعشرون وين هو العدد الكبير؟ سبعة عشر. بعد سبعة عشر ماذا؟ أربعة عشر. بعد أربعة عشر ثمانية. هذا كان اختبار في مادة رياضيات لتلاميذ سنة أولى ابتدائي. نتمنى منكم إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. راهم موجودين كل المواد هنا. بالتوفيق.